بدر والله انت تركه. بدر والله انت تركه. دقيقه بس. لا والله انا معه روح. روح يا بدر. زين برجع. بدر شوف شوف. روح روح. لا لا مو الحين مو الحين مو الحين. الحمد لله. دقيقه مو الحين يا رجل شوف. السكينه الثانيه بدر. موجود. السكينه السكينه الثانيه. عندك عندك سكينه. والله اجيب عشان ما يصفق اللحم بس. هات هنا. استعجلت؟ تفضل. امسك فيه. بسم الله. خلنا نظبط يا بدر بس. خلاص بدر خلاص ضبط. تفصيل. تعال عشان الكاميرات تجيبها بالرجال. تفصيل. الكاميرات وراكم تجيب الرجال يلا. قطع ثلاجة ثلاجة. ثلاجة ثلاجة. صلى على النبي. اللهم صل على رسول الله بس أربعة أربعة. ثلاجة ولا ربع؟ يا الربع خلوه ياخذ راحته يا رب أنتم على مكونت. احنا نتكلم على الطب. يسمونه يسمونه ايش؟ حضرمي. حضرمي. حضرمي هذا هو. بسم الله ما شاء الله. ما كنت أوريك اليوم الصورة يا زياد. أوريك صورة الحنيد. حنيد ولا بندر اليوم؟ لا حنيد. حنيد اليوم. فجأة الصورة الصورة جاء. لا هذا. ذبحناه جوا. أبا أبا. أحسن. منديل بالله شباب. روح كلك. منديل. تاوش ما نقدر فيك. لا 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 بس بس على النار معلق شوي 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 وين 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 ايه ما شاء الله عليك محمد وعلي الله يعطيك الصحه يا رب صحه بس الله عليها على عدم امه لا يا شيخ قالوا الجلد اللي فوق مو على الجلد اللي فوق نفس القطعه ذي زياد نكبت امه زياد مسوي راعي ذبايح زياد مسك السكين قطع ام ام التلس انا قايل لك بدر جلد بدون لحم زياد فين مسن بالله زياد مسن 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 وينه مثلا يعني ايش اسمه ذي المحد 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 جوا جوا هاك جيب بدر بدر هات المناديل انا امسك عنك المناديل روح جيب شوف جوا عند انا بمسك من تحت زي ما انت حبيبي حبيبي ارفع 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 مثلا وينه ارفع ابو اوزن بس ماني عارف كيف قال بقى سلمه خالد تروح صليت الامام حق معاد الامس ايه بطني مياضي مني سلامات والله يا قلبي ما يسلمك ما تشوف والله من حنيق الليله عليكم يا علي والله هذا كلام مرتب هذا كلام يا علي الله تبارك تبيني جيب المسن ولا رح جبته مسن عيب مسن اسرع 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 يا ابو علي بس السكينه الثانيه ترى احد يقول محد شعب والله ما خليت فيها محد والله ما خليت فيها محد اهدى اهدى قلت لك نكبت امام الدولة ارفع يدي يا فرق ابشر بعزك ما ابشر بعزك بس فسخني يا ابني سلامات قال لك يا بدر خلي الصلخ للعيال تعيي فصلت انا قلت لك عن الرجل انت لا حرام عليك حرام عليك نص الجلد لحم والله ليتك استقفيت انت والله ما جيت انا منو ذا في صور في صور والله بدر والله في صور تثبت الكلام ذا انا ذبحته وخليته انا ابو علي هذا مسلم ابو علي ايش يقول؟ فين قصيت الوجه؟ ذبحنا جوا ابشر قصه اوفر تايم جبت له مسلم؟ اي اي وصل سن طال عمرك ايوه هذا الكرم العصب اضلحت اضلحت العصب يا بدر شفتك يا ابو علي عافيك يا والله وجهك وجهك وسوت يا اخي بدر طلع العصب مع الجلد ذبحوه انا ما بس بس ماسك المحد امسك هذه سن طال عمرك ليه تبغى
هذا زي ايش اسمه هو كانك تقشر لا هو تكشير ايه هو تكشير اصلا ها لا هو تكشير ذبيحه سام ذبيحه ترى كلها تكشير فقدنا الشباب اليوم تكشير والله ما نقدر هو ما تكشير ها ها شوف شباب ايش كيف لعبتين والله العظيم ما نستحي حلو ان شاء الله ها زياد انا بعد الهواء باذن الله حيزين ايش بك يا بدر ليه والله تعب شوف شوف الله جازاه شوف يا الليل انا اول مره اسمع حنيد بالجلد يا بدر ايش بك خويا اجل تعال عشان تسمعني حاجه تعال تكفى ما طفشنا منك روح ايش بك تعال شباب في حوايا بدر بدر شنسها نفسها تجي حرام اقول لك اسمع امسك تراك على ايوه يذل الله يسعدك بالله ايش تاكل الصرخه يا ابو علي الله يسعدك هو اخذها بالصمله يا ابو علي قال لها ابشر وغازها خذتها والله بلاحظ جيت تدري يوم رحت والله وجهي يا ابو علي والله وجهي مرتين سلمت والله من عسل وجهك تدري يوم رحت ايش قال يا ابو علي؟ يقول ما في مطبخ قريب اصلح اتوقع لو كان ذا ابو علي وانا ماسك السكين وجالس احدها ابو علي متى الحركه دي؟ هو يمسك كذا ابو اوزنه طيب بس ما وزنته انا سالت متى بس عشان ما اعرف اصلا انا اتمنى اتعلم لا لا تعال والله ولا من علمك لا لا بسم الله لا بعد ايش لا نبدا من جديد انا ابغى ابدا من البدايه زمت خلاص اوكي اوكي وش بقول ما ادري من ابغى ارجع وش بسم الله الرحمن الرحيم انا ايش اسوي بعد الله عطني محمد كلاي الله يغفر له والله مره استنى بلا اقول لك انه ما معطى كذا لا لا هو ما هو معطى وخلاص ما عرف على معطى خلاص معطى احنا زيت ابو علي بالله طالع الله ما يطلع لك رش ايش عنده خروج والله انه صادق بس الله يرضى عليك بس امسح امسح مني ما يطلع امسح 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 يلا على بابك والله عليك يا اخي ماشي ونعم الله يبارك فيك يلا وجهك يا عيال امسكوا ال لا لا هي شيء تنزل تظل امسك لا بالزيت امسك ما الحق يلا الحق انا زياد درك الخشبه كيف ادركها؟ هل ولا هي؟ ايه مدرك ايش بسم الله هات بسم الله امسك لا لا كده كده ممكن كده كده امسك امسك خل بدر بدر بتجي عشان ما يدي فيها دم لا لا بقري نبغى يبقى مع الخروف لا 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 ممتاز خل احنا نعطي تعال ليه ابلع ابلع والله جد العيال جد والله انا قلتها بالحرام اللي قلته ما بتنفلت بالحرام اللي قلته تمام تعال تعال واحد عنا عنا وين وين؟ ايه هذا هو بس لسه لسه اي والله لسه 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 ارفع 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 بدر ارفع 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 لي زياد بدر شو وصلت لك الحين ارفع 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 بسم الله بسم الله انا برفع من هنا ارفع 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 يا ايش اسس انا ايوه ابو علي ايش رايك؟ خرطه هاي هاي ابو علي ايش رايك؟ ايش؟ نحط اللي بدون جلد نحط هناك شنو؟ يا ابن امي نظف البطن ايش بك؟ بسم الله عليك خبرة تنظيف بطن هنا 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 زياد زياد لا زياد زياد يلا يلا بسم الله تمشي تمشي بسم الله انا بفكر كيف نسحبه كذا بدر شو متعرف بدر دقيقة لا لا اسمع تعال 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 يا عيال والله ما فيها وانا والله طابع اسهر والله بدر شيل والله ما اصير اجي انا بدر تعال بدر يلا 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 بسم الله تعال امسك اياها هنا هنا حطها هنا حطها هنا هنا بدر ارفع بدر ارفع بدر هات المعلق جاي من داخل لا ارفع يا عيال بدر اكثر منها يا انا طويل شيل من تحت شيل من تحت اصبر 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 بدر ارفع بطنه ابو ارفع بطنه هات 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 هنا هنا هات يلا مرة مرة تخم والله ما تسحر حتى والله والله بالطريقة هذه والله تسحر يلا 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 هي بالطريقة هذه زياد بدر والله ما تسحروا زياد بدر زياد بدر تهرج والله ما امزح معكم لا اذا هذا فيه هنا بس انا ابغى امسك هنا ايش تبغى؟ خالد امسك لي كذا بس خلاص خلاص هات سكين فحش قاعد سكين والله انت السكاكين في الارض ابشر 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 شوف خرف ثاني ولا كفي ذا اليوم والله ما ادري الله هذا فضل فضل على الكبخ الاخير بيض الله وجهك ابو حامد وابو علي ما قصرتم اوه يا بدر اقول لك شوي من تحت عشان والله راح يقلعك زياد استغفر الله شوف كيف ملابسي ما ما دم الرجال ما له دخل ابو علي هلا الاخضر هذا ايش هو؟ اوه مو وقت جيب ها؟ ها؟ الاخضر هذا ايش اسمه؟ هذا برخ
مرخى حق الحنين هذا اللي يديها النكهة النكهة والريحة صح نودك ان بدالها بدل ذي التيست والله نودري بيسوون به كذا بيسوي به ابو علي لا تجمع تكفى والله العظيم الصور موجوده والله ابو علي ها الصور موجوده معلقين تيس بشو اسمه بس علاقة شلون تكفى بعد شوي ايش بقى انت من خلاص خلاص من والله انا اللي ذمتك انا من شفت انا احسب في شيء هذا يبغى يصلح فسروا وانعم وانعم عليك يا شوف السينما ما يمشي نشد ذي تيس بنفسه يقول ايش جاب لي عندهم والله ندم نجاء خالد ما اعطيك وضعية الركنية والله شرفت مع رجاء ترى شل بلا رحمة وضعية الركنية اوفر زبط يا بدر بدر ايش بك يا بدر ارحب والله ناشيني ما ما يعرف الا بدر والله ناشيني ارحب والله ابو علي اول علي حطب والله لا زي ما حطب والا انا ما عارف كيف ابدا فيه ولا كيف تسوي ما ادري ايش اسوي فيه سويته بدر انت انا قايل لك ادخل اليوتيوب شرح صرخه وان شاء الله هذا لا تنزل يوتيوب وان شاء الله لا تنزل والله ما معك ابو علي انك عليه يا عمي قد اطلع حق اطلع برا راح يجيك كرويته ذي ما تعال بدر كمل ذي كمل 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 تحت قد يجي عبالتها تعرف يا بدر ولا لا؟ جاب العيد هذا اصلا تحل على ازهل ازهل وانعم ازهل انا جاك مساعد منك احمد حتى تبلى المدينة اوه ابغى يطقون الكرش ها الكرش وين الكرش ما طلعت منه اقول بقى فرش بقى يطلع الفرش لما يطلع اللحم دقيقة باليد اللحم كله في جد والله حرام صدق تسعى الله راح فيها اسمع البوفيه المفتوح اذا هذا اذا بقي فيه والله حرام راح الطيب هو نور ابو علي انا فيه لا تروح بعيد لا تروح بعيد هو المأمين بيه لا يقول اين يبي اما بدر يسوي الرقبة حقته يا ابو علي ها بدر يقوي رقبته وينش؟ الرقبة حق التيس الرقبة اصطلحها طيب قد افلحت لا تطيح مع الجلد يا ولد لا مو جلد ايش سويت انا؟ جبت عيد مش هاد اوكي خلوه وشوي شوي 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 على الرايق بروح نبغى نتسحر اسمع كلام يدك يدك روح روح والله كان مسوي مقلقل ايش رايكم؟ يا رجال الحنيف يبغى له ساعتين ثلاث ساعات يا جماعه والله ما ادري ما اعرف كيف ترى تدري كم 14 دقيقه يبغى له ساعتين السلام عليكم من عندك يا بدر من عندك بس بسم الله طيب النادي عبد الله حربي يصلخ لا 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 خلصنا تصلخ ايش؟ تصلخ نزل جد شاف خلاص نزله خلاص ما قصرنا اليوم ما قصرنا والله يا اي هذا ركب ارتاح يا حرام الكلاب انها تاكل لحم على جلد احسن شيء خليك فيك يا رجال والله يا الجلد نقول لك نصه لحم الله اكبر عليك خلاص راحت روح بس واس روح واس تعلم 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 وجهك روح تعلم عادي تعلم كذا كذا هات من عندك تكفى ما اعرف يدي لا والله صح عليك وانعم وانعم مليون روح ابله 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 في حياتي ما ذكرتني الا انك ما ذكرتني الا بواحد فما اصلح اعطيته سواكني قلت اذبح الثلاجه ايه فجابها لي مقطع مع الجلد قلت له قسم كعك على الكعب بس قال والله تلطيع 100 اروح البيت الكل لحمه فيها جلد بدر ترى انا ذبحت زد رصيدك واجد صرخت ما خربتني هنا بالعكس والله بدر اللي زبطه بالعكس رايك اي مش كيف ابو علي والله بدر اللي زبطه ابلح ما شاء الله عد بس بس الله يكرمكم اعطوني كيس زباله عشان اطلع الفرث مره واحده برا وانزل اللحم يلا يلا هنا بالله يا بدر الجلد اللي فرقت عشان يحلق لك كذا ماكينه اثنين وين نجيبك يا رجال قدر ما افوز تعال تعال يا عمران تعال ارفع يدي خلاص خلاص انا والله بكلم امي بقول كيف اغسل دي كيف ايش؟ كيف اغسل دي من الدم؟ لا عاد اسمعك افا والله كيف اغسل لا هذا حق هذا حق الملابس ملونه غسلت غسلت